مساء الخير يا شباب، انا استاذ علي شماعه، هديكم باذن الله لغه عربيه فصحى ودين اسلامي ودين مسيحي، ولو في وقت هديكم قلبي. مستر كفايه هموت من الضحك، مش كده؟ انت مش طبيعي. هي بدايه باينه من اولها. بصوا بقى يا شباب، انا معروف ان انا كده، ولا عندي يمين ولا عندي شمال، وما عنديش هزار في الحصه. اسالوا بس عني كده بره، قولوا استاذ علي شماعه. والله ولا حد يعرفك. بتقول ايه يا حبيبي؟ بقول باذن الله نرفع راسك ونشرفك. بسم الله. واول حاجه هنبدا بيها كده الدرس الاول، 60 طالب في 30 جنيه يا ابن الورمه، 1800 جنيه في حصه. قبل ما ابدا بس كنت عايز اقول لكم حاجه، المكان اللي انا فيه دلوقتي ده مش من فراغ، انا وانا صغير كنت برضع نحو وباكل نصوص. طه حسين يبقى ابن عمي، واحمد شوقي يبقى ابن عمتي. لما كنت بكتب بيوت شعر كنت باجر لهم بسعر حنين. يا عم عبد الحليم ابوس ايدك كفايه، وابتدي بقى ابوس ايديك كفايه. اسف يا شباب لو عكننت عليكم. طب سيبوني بقى اقول لكم نكته افك عليكم بيها. مره بنت اسمها ايه دخلت هندسه بقت ايه حاسبه. يا عم بص ايديك كفايه كفايه خلاص. لا لا مش ممكن، ده حد يجهز كفني عشان بموت من الضحك. شباب فكوا بالله عليكم، مش عايزكم تبقوا كده.